الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا ملء السماوات والأرض. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم كما علمت آدم علمنا، وكما فهمت سليمان فهمنا، وكما جعلت أيوبا من الصابرين اجعلنا من الصابرين. من هنا من قلب إقليم سديد، هذا الإقليم يعني المهول الحجم والمساحة والاتساع والرقعة، مسار الرحلة بإذن الله المرور في قرى سدير، استثناء بعض القرى والهجر التي في الناحية الشرقية أو عفوا من الناحية الغربية، الناحية الغربية من إقليم سدير المعشبة والقيد أو القيد، يعني القدماء ينطقون القاف زاء، يعني أي شيء بحرف القاف ينطقونه بالزاء، يقول لك الحريز، يقول لك يعني مثلا على سبيل المثال جيج يسمونها بجيج، ويسمون الجدر جدر، وهكذا. تماما كما هو الحال في الجاهلية عندما يقولون هلابك يقولون هلابس. إذن هذا هو إقليم سدير، إقليم زراعي بحت، الأقاليم الزراعية البحتة، منطقة خاصة الله أعلم. تختلف سدير عن الوتر اختلاف كلي، سدير يعني تخيل فيها الجبال، اذا قال لك حوطه سدير او حوطه بني تميم، هذه حوطه وهذه حوطه. الحوطه اللي هي
مثل الجبال هذه اللي هي تحيط بالمدن والقرى وتعتبر حوضة محاطة بالجبال أو حوضة دار ما دار.
المركز اللي تم المرور به قبل قليل هو شوين.
بطالات، فيها يعني ديرة عامة، وأيضا روضة الدير ديرة عامة.